جمعة مباركة للجميع مشاهدينا الكرام، وسعد الله مساءكم. خلال يوم الغد نهاية الأسبوع، مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب أجواء مشمسة صيفية، درجة حرارة مرتفعة تقريبا على كافة المناطق الشمالية. أما خلال صباحة الغد ضباب سيسود الوجه الساحلي الغربية ليتلاشى فسيحة لأجواء مشمسة على السواحل، لكن خلال الأمسية سحب ركامية رعدية أحيانا مطرة. بعض الأمطار المتفرقة خلال أواخر النهار ستخص الهضاب العليا الغربية وكذلك الوسطى حتى على مرتفعات الهجار والتاسيلي. أما عن درجات الحرارة خلال ليلة اليوم إن شاء الله لن تتعدى 18 درجة على الوجه الوسطى وكذلك الشرقية، لكن ترتفع لغاية 24 درجة على غيليزان، 27 درجة على بشار، 23 درجة على تندوف، ترتفع أكثر لتقارب 33 درجة على أقصى الجنوب. أما خلال ظهيرة الغد إن شاء الله درجات الحرارة القصوى سترتفع لغاية 40 درجة على مقياس على غيليزان معسكر وشلف، 36 درجة على تلمسان، نفس المقياس على تيزي وزو البويرة حتى على البليدة، 34 درجة على العاصمة وهران، 35 درجة على كل من بوسعادة الجلفة كذلك البيض، 41 درجة على بشار، ننتظر 40 درجة على إليزي، ترتفع لغاية 39 درجة على غردية كذلك تندوف تمنرست وجنت، لكن طقس حار على أقصى الجنوب حتى على الصحراء الوسطى، درجات الحرارة تقارب 46 درجة. أما البحر خلال يوم الغد سيبقى قليل اضطراب إلى مطر محليا خاصة على السواحل الشرقية، رياح ستشتد شرقا وحتى على السواحل الوسطى تقارب 50 كم في الساعة.